الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن تجديد اللقاء بكم باعتباركم ممثلي الأمة في هذه المناسبة الدستورية السنوية يعد دائما مبعث سرور واعتزاز. ومما يضفي على هذه السنة التشريعية طبعا خاصا كونها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد، فالتوجهات والتدابير التي دعونا إليها خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت تقتضي التعبئات الشاملة والعمل الجماعي وقيام كل واحد بدوره كاملا في ظل احترام القناعات والاختلافات. وإنكم معشر برلمانيين بصفة خاصة في الأغلبية والمعارضة تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا، فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية، فالمصلحة الوطنية واحدة والتحديات واحدة، ويبقى الأهم ونتيجة عملكم الجماعي. وإننا حريصون على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية. لذا ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن التعبئة الوطنية والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي نعتمدها من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. فالمغرب كان وسيظل إن شاء الله أرض التضامن والتماسك الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة. فداخل المدن العتيقة مثلا كان ولا يزال كل شيء متشابها في واجهات البيوت وأبوابها، حيث لا يمكن التفريق بين الوضع المادي للأسر إلا بعد الدخول إلى المنازل، ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام المتجذرة في القلوب والتضامن في الأحزان والمسرات. وإننا حريصون على تعزيز هذه الروابط التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات. ولهذه الغاية ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة كما ينبغي، وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن التوجيهات الهامة التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل والتعليم والتكوين المهني والخدمة العسكرية تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين وخاصة الشباب وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم. فالخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم وروح المسؤولية والالتزام.
وهنا يجب التأكيد أن جميع المغاربة الماليين دون استثناء سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا، ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل. ويعد التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد، وهو ما يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة، مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتدريب التطبيقي داخل المقاولات. وعلاوة على دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل، فإن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزاناً أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي. لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي. غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وإننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد وما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية، كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهيناً بتمكينهم من فرص الشغل. لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي. وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل ولوج العقار وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المالية. كما يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة فيما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء. ومن جهة أخرى، فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة لذوي الحقوق، وهو ما قد يمكن من تعبئة على الأقل 1,000,000 هكتار إضافية في هذه الأراضي. وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة. وفي نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. ومما يزكي هذا التوجه الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية للمجهود لها بالتميز من أجل الاستثمار في بلادنا. وإذا كانت التحفيزات المغربية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراساتهم،
فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعوت من هذا المنبر في السنة الماضية إلى إعادة النظر في نموذج التنمية الوطني وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجيات المواطنين وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية. وتبعا لذلك بادرت مشكورة بعض المؤسسات والهيئات المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية بإعداد بعض المساهمات والدراسات. ومن جهتنا فقد سعينا من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها هذه السنة لوضع بعض اللبنات ورسم بعض التوجهات واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار والتي تعد موضوع إجماع وطني كالتربية والتكوين والتشغيل وقضايا الشباب ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية. وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري بالنسبة لمستقبل المغرب وقتا كافيا من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون 3 أشهر مقبلة. إذا قررنا تكليف لجنة خاصة مهمتها تجميع المساهمات وترتيبها وهيكلتها وبلورة خلاصتها في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج على أن ترفع إلى نظرنا السامي مشروع نموذج التنموي الجديد مع تحديد الأهداف المرسومة له وروافد التغيير المقترحة وكذا سبل تنزيله. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا متعددة ومتداخلة ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة، فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص لا بلدا للانتهازيين، وأي مواطن كيفما كان ينبغي أن توفر له نفس الحدود لخدمة بلاده وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة من خيراته ومن فرص النمو والارتقاء. والواقع أن المغرب يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى وطنيين حقيقيين دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم، وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات. فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المرحلة وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة ومن تابعة جماعية وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا سيداتي سادتي الخطاب الملكي السامي الذي